السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الدرس بنتكلم عن اليونري اوبريتورز. اليونري اوبريتورز طالما اسمها يونري معناتها تحتاج ون اوبراند او معامل واحد حتى تشتغل. مبدئيا في ماي هذا البرنامج اللي هو A يساوي 12 وتم طباعة قيمة ال A، والمفترض تطبع 12 كفاليو اللي هي هذا الفاليو. طيب اللي نفترض انه في معي بهذا الشكل ورحت عملت بهذا المكان كتبت له A بلس بلس بهذا الشكل، وبعدين رحت عملت امر الطباعة هذا مرة ثانية بهذا الشكل واشغل البرنامج يطلع 13. اللي يحصل انه هذه هي عبارة عن يونري اوبريتور، معناته محتاجة بس ال A حتى تشتغل. A++ معناها انه ضيف قيمة ال A بواحد او زود ال A بواحد، وحط الناتج بعد الزيادة داخل اللوكيشن اللي محجوز فيه ال A. يعني مش بس انه ازود بواحد، لا، وحط الناتج الجديد داخل ال A. يعني ال A حذفت ال 12 وحطت بدلها 13. انا ممكن كمان اساويها بهذا الشكل A بلس بلس A، لانه اليونري اوبريتورز اللي هو الانكريمنت في معايا بوست وبري انكريمنت، وفي معايا الديكريمنت اللي هو بالماينس اللي هو نقص واحد، كمان بري وبوست ديكريمنت. الان لو اطبع مره ثانيه بهذا الشكل الاقي انه كمان زاد بواحد اللي هو 14. طيب ايش الفرق ما بين اني حطيت البلس بالخلف او بالامام؟ الفرق لما تكون العباره لوحدها بهذا المكان ما نحسش في فرق، يعني لا يوجد في فرق لأنه هي عملية واحدة زيادة واحد. لكن يبدأ الفرق يتضح لما أعمل بهذا الشكل. نفترض عملت هذه بلس بلس بهذا الشكل، الآن وقت الطباعة بيروح يطبع لي كم؟ 14 مرة تانية. هذه العملية اللي هي هنا بهذا المكان هنا الآن هو مفترض أنه يعمل شغلتين اثنين، يعمل طباعة ويعمل زيادة. عشان يعمل الطباعة والزيادة هذه ايش يبدأ؟ هل يزود بعدين يطبع او يطبع بعدين يزود؟ هنا تبدأ في فرق بوضعك للبلس. اذا كان البلس بالخلف معناته بالاول اطبع القيمة القديمة تبع الـ A اللي هي اخر قيمة كانت 14، وبعدين اعمل الزيادة في الذاكرة. الان يعني القيمة الحقيقية للـ A بعد هذا التنفيذ هي 15 صحيح، لكن انا عرضت لك قبل الزيادة اللي هي القيمة 14. والدليل على هذا انه انا لو شغلتها الان هكذا طلبت قيمة الـ A بنلاقيها كم؟ 15. ليش؟ لانه حصلت الزيادة بعد الطباعة، لانه هنا معي شغلتين اثنين طباعة وزيادة، وبالتالي انا اقول له بالاول اطبع القيمة الاخيرة للـ A اللي هي كانت 14، وبعدين قم بعملية الايش؟ الزيادة. يعني للتوضيح انه هنا كانت القيمة 12 وبهذا المحل زادت القيمة إلى أن تكون 13 بهذا المكان، يعني هي القيمة زادت هذه، هنا زادت واحد فرجعت 13، هنا زادت واحد فأصبحت هذه 14 القيمة اللي بيطبعها. الآن بهذا المكان أنت تقول له بالأول اطبع لي 14 وبعدين اعمل الزيادة اللي هي 15، فبتلاقي بهذا المكان هو بيطبع 14 ولكن فعليا قيمة الـ A هي تساوي لي 15، لأنه أنا طبعت لك هي قبل ما أزود ال 15 والآن زودته. لأنه من أجي هنا بلاقي لما يطبع بيطبع إيش؟ 15 بهذا الشكل. طيب لكن لو كان الموضوع بالعكس، يعني هذه العبارة ما كانتش بهذا المكان إنما أصبحت بهذا المكان هكذا. الآن لو خلينا البلس بلس بالأمام يصبح الموضوع مختلف شويتين، إنه هنا أنا ما بطبعش الـ 14 بعدين بزود الـ 15، لا، أنا بعمل بالأول الزيادة بعدين بطبع ليش؟ الـ 15 بهذا الشكل. أصبح هنا 15 15، وبالتالي تبدأ تظهر الفرق ما بين إني أعمل البلس بالأمام أو الخلف عندما يكون فيها أكثر من عملية في نفس الوقت. لما تكون بس العملية لحالها زيادة أو نقصان، إذا عملت في البداية أو بالنهاية ما فرقتش، لأنه هذه العبارة وهذه العبارة ما فرقش فيها شيء. يفرق لما يبدأ هذا الكلام بهذا الشكل. أنا لو اخترت العبارة A++ معناته أو بلس بلس A معناته بالأول،
زود القيمة تبع ال A وبعدين اطبع الناتج بعد الزيادة. بينما لو كانت بهذا الشكل، خلينا نقول هذه البلس بلس والخلف معناته العكس، لا بالأول اطبع القيمة القديمة تبع ال A وبعدين زود ال A وبالقيمة الجديدة في الذاكرة. الكلام هذا لا ينطبق فقط على البلس بلس، إنما ينطبق أيضا على الماينس ماينس. لو عملته بهذا الشكل يمشي بنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها البلس، بنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها البلس. يعني أنا لو أشغل هذه وأعمل هنا ماينس ماينس، بمفترض يعني أتوقع إن أنتم شايفين الجواب إيش بيكون. بيكون هنا العبارة هنا 12 مثل ما هي، هنا لو نقصنا واحد تصبح 11، هنا كمان بتنقيص واحد جديد يصبح كم؟ 10. بعدين يوصل لهذا المكان بالأول نقص وبعدين اطبع لي، فهو بينقص ترجع 9، وبعدين بتطبع هنا 9 بهذا الشكل. وبعدين لو أحب أشوف الناتج بيكون 9 بهذا الشكل. لو نشوف التنفيذ بهذا الشكل. طبعا هو الموضوع مش فقط انه طباعة بالطباعة بس يظهر الاختلاف، كمان اي عملية تكون عمليتين اثنين مع اليونري مع شيء تاني. مثلا على سبيل المثال الاسايمنت، انا لو كتبت عرفت هنا مثلا متغير هنا هكذا، مثلا على سبيل المثال انت اكس، وبعدين هنا بهذا المكان لو كتبت له اكس يساوي لي اي بلس بلس، هي عكس اني لو اكتب اكس يساوي لي بلس بلس اي بهذا الشكل. بهذه الحالة هو بيحط القيمة تبع الاي داخل الاكس وبعدين بيزود الاي، بينما بالحالة الثانية هو بايش بيسوي؟ اول بيزود قيمة الاي وبعدين بيحط الناتج بعد الزيادة داخل الاكس. وبالتالي اللي نشتري نقوله انه اليونري اوبريتور، عشان تعرف انه بري ولا بوست، الفرق ما بين الاثنين اذا كان هناك في أكثر من عملية بنفس الوقت، في مثلا زيادة أو نقصان مع طباعة، زيادة أو نقصان مع مقارنة، زيادة أو نقصان مع assignment أو مساواة وعملية حسابية، هو تفرق هنا إنه هل بري ولا بوست. لو كانت في الأمام معناته ابدأ بالزيادة وبعدين اعمل العملية الثانية، لو كانت في الخلف يعني لا اعمل العملية الثانية وبعدين قم بعملية الزيادة أو النقصان. يسمى يونري اوبريتور لان انا مش محتاجة غير الاوبراند اللي انا شغال عليه، والزيادة تكون بمقدار واحد وكمان النقصان يكون بمقدار واحد.